السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة التاسعة، وهي How to do a journal club. للpreparation read the article in full. لا تيجي تسوي journal club وانت قاري بس الابستراكت، قاري الكونكلوجن وتارك النص كله، وبعدين تيجي تسوي للناس. ما ينفع، لازم تكون فاهم كل المحتوى وجاي تناقش العالم، تاخذ آرائهم وترد عليهم. أما تيجي بهذه الطريقة ما ينفع. Perform your due diligence. إيش يعني؟ يعني أنت قاعد تبغى تحضر برزنتيشن، لقيت في بعض الكلمات غير مفهومة أبدا، فحاول تحطها باللغة اللي يفهموها الناس، حاول تحط لها ترجمة إما إنجليزي أو عربي أو حسب الناس اللي تتكلم معاهم، حاول تكون فاهم كيف تشرحها للعالم. Consider brief supplementary information. أحيانا تحتاج تجيب جداول، تجيب إثباتات من الـ FDA من الـ CDC، هذه تجيبها معك. Preparation structure reading potentially preferred. الحين وانت قاعد تحضر لإلقاء الجورنال كلاب، حتلاقي عندك مقال من هنا ومقال من هنا، وهنا مخطط شو اسمه خطين تحت الكلام، وهنا ثاني الصفحة. ما ينفع، خلي نفسك خلاص بخلص المقال الأول واجيب كذا نوت، شو اسمه هذا بيبر نوت، واكتب عليها المعلومات اللي ابغاها من هذا المقال خلاص، وبعد كده هنقولها في البرزنتيشن حقتي. المقال الثاني الثالث كذا، واصير رتبت اموري. اما الشغل العشوائي هذا حيضيع وقتك وحينسيك وين الكلمه العبارات المهمه اللي تبغى تاخذها ومن وين حتاخذ، ما ينفع. فلازم ستراكتشر ريدنج، حيعرفك ايش انت حتختار كذا بالاول شيء، المقدمه، طريقه العمل، الانتقادات على الدراسه، لازم يكون بترتيب. حيحفظ وقتك، حيدلك ايش الاشياء اللي لازم تعرفها وتعرفها، حتركز على الاشياء اللي لها علاقه بالموضوع بدل ما تتشتت يسار ويمين، وحيعطيك نتائج افضل. اثناء التحضير مثل ما قلنا تيك نوت دائما، لا تعتمد على ذاكرتك ولا تعتمد على خط او خطين حطيته في الصفحه الفلانيه او الصفحه العلانيه هذه. حاول تاخذ نوتس، مثلا المقال رقم واحد في الصفحه رقم ثلاثه في السطر في الفقره رقم كذا قال كذا كذا كذا، عشان لما تيجي تكتب برزنتيشن تعرف الريفرنس حقك من وين، تعمل الريفرنسينج بسهوله. تيك نوت ارتكل اسسمنت تول كاركترستكس، هذا طبعا المقالات او سوري النوتات اللي حتاخذها، حاول تكتب فيها كل التقييم للمقال، هذه تعتبر من ادوات تقييم المقال. واختار دائما ايش الطريقة اللي تبغى تقيم فيها المقالات. طبعا كل نوع من الدراسات لها عدة طرق للمقالات، في عندنا الكونسورت، في عدة يعني حسب كل دراسة، وحتلاقي طريقة تقييم للارتكل، حتلاقي كذا تشيك ليست مكتوبة. إذا كان العنوان يحتوي على كذا كذا فهو تعطيه مثلا ديجري الكاملة، إذا كان الأبستراكت يحتوي على كذا، إذا كان المؤلف كذا، إذا كان كذا، فهذه كلها حتلاقيها، حنذكر منها مثال. Use available resources، دائما استخدم resources available، مثلا pharmacist letter table، دائما pharmacist letter فيها جداول مرة كويسة تنفعك. Available templates، مثلا انت متعود على template معين، الجورنال كلاب والستاف كلهم متعودين عليه، لا تجي تخترع template جديدة. مثلا جيب جورنال كلاب article من American Journal of Hospital Pharmacist whatever، يعني اشياء الناس عارفينها، لا تجيب اشياء شاطحة كذا وتضيع الناس. بعدين قبل ما تيجي تلقي براكتس وبراكتس وبراكتس، تمرن وتمرن وتمرن عشان تحفظ وقتك، ما تاخذ وقت اكثر من وقتك ولا تضيع الناس ولا تبين انه انت مشتت. هذه مثلا مثال على الادوات اللي نستخدمها في انتقاد المقالات، حتكون موجوده عندكم البرزنتيشن اذا حبيت تشوفوها. مثلا وصف الدراسه، what was the purpose of the research، does the problem have a significance to the practice، يعني انا قاعده اتكلم عن على مشكله هل لها علاقه بالبراكتس ولا لها علاقه في براكتس امريكا ما لها علاقه فينا، طب ليش جاي اناقشها، ليه جاي على literature evaluation، هل literature review كان متكامل، كل النقاط مذكوره، conceptual framework، does the research use theoretical or conceptual model، كل هذه النقاط حتلاقيها، sample methods and design الاناليسيز، فهذه موجوده عشان تنتقد فيها الارتكلز اللي بتستخدمها. بعد كده قلنا البريباريشن خلصنا منه، نيجي عند الارتكل برزنتيشن. لما تيجي تبرزنت الارتكل للناس لا تفترض انه الكل قرأ الارتكل، ممكن يجوك ناس ما قرأوا، مو تيجي تقول والله انا وزعته عليكم قبل اسبوع المفروض انكم قارينه، لا، افرض في ناس ما قرأوا، قرأوا جزء ما سمح لهم وقتهم بس مهتمين بالموضوع وجايين. في ناس يجوك يقول لك انا حافظ كل الارتكلز فما قرأ الارتكل حقك بالذات، احتمال في نقطه معينه تبغى تتطرق لها بس انه ما قرأوها. Present relevant studies أو relevant results sorry. لما تيجي تتكلم جيب الريزلت اللي لها علاقة بالموضوع اللي أنت قاعد تناقشه. أنت قاعد تناقش تأثير الهايبوثيرويديزم على البرفورمانس حق الامبلوي أو على نشاط الموظفين،
جيب الكلام اللي في المقال اللي يتكلم له تأثير على البرفورمانس. لا تيجي تقول الهايبوثايرويديزم مثلا تؤدي إلى مرض الديابيتس. طبعا أنا نقاشي مو عشان مرض الديابيتس، عشان أنا شايف أداء الموظفين. قالوا أبغى أشوف هل الهايبوثايرويديزم موجودة عندهم، هل احتمال عندهم سب كلينيكال هايبوثايرويديزم، هل نحتاج نعطيهم علاج في شيء معين. بي فاميليار ذا ستاتستيك، لو جبت دراسة تنتقد الستاتستيك حقها، حاول تكون عندك على الأقل فكرة مبسطة ايش هو الستاتستيك. لا تيجي تتكلم قدام الناس وتقول والله انا اي هاف نو ايديا اباوت ستاتستكس، انا جبت ستاتيشن وهو سوى لي كل التحليل الإحصائي، فلا تسألوني عن الستاتستكس. للأسف هذا اللي يسويه بعض الناس. بي مايندفول اوف تايم كونسترينتس، لا تقعد تتكلم وتنسى نفسك وتطلع عن الوقت، لأنه الناس إما جايينك وقت بريك أو مأخرين عياداتهم، يعني أنت قاعد تحاضر على ناس في وقت شغلهم في المستشفى، فدائما خليك ملتزم بالوقت. وفي آخر شيء، عشان تلاقي الناس أحيانا تضيع تتشتت ما تركز، احرص على أنك تعطي تيك هوم بوينتس، أنه أنا خلاصة درسنا هذا يقول كذا كذا، خلاصة محاضرتنا هذه تقول كذا كذا. تلاقي ناس تقعد تسمع تسمع في الآخر، طب والكونكلوجن والخلاصة؟ فقبل ما يقول لك هذه الكلمة أنت حاول تكون موفرها. مثلا عندك لما تيجي تتكلم على فانكومايسن، تيجي تقول مثلا فانكومايسن ريزيستنت انتيروكوكس ان يورين سامبلز از كونسيدرد كونتامينانت. كل المحاضره هذه كانت هل هي كونتامينت ما هي كونتامينت، خلاص انت اعطيتهم كونكلوجن قلت كونتامينت. مثلا سورس كنترول از امبورتنت مانجينج انفكشن، احنا ما كنا عارفين والله انه السورس كنترول ممكن يسبب انفكشن، فان اذا كان سوينا له كنترول خلاص سوري لما نسوي مانج كنترول للسورس فمعناته احنا ويمنج انفكشن. مثلا كونسلت ان اوفثالمولوجيست فور بيشنت وذ كانديديميا، مثلا انا عندي بيشنت عندهم كانديديميا وش اسوي فيهم؟ خلاص قال لك استشير اوفثالمولوجيست، كمان لا تهمله اذا البيشنت عندي كانديديميا تروح تعالجه من كل اسبك تنسى العين، لازم تستشيره. فهذه من الاشياء اللي لازم تكونسيدر. في الارتكل برزنتيشن يوز بروفيشنال لانجويج اند دريس، يعني حاول تتكلم بعبارات الناس تفهمها وعبارات رسميه، لا تجيب عبارات مثلا من اللغه العاميه جدا حقتك انت تفهمها ما وشويه موجودين يفهموها لكن الباقي ما يفهموها، والبس لبس ما يشتت انتباه الناس، ما عاد يدرون وش انت قاعد تتكلم بس طول الوقت تطالعون لبسك. هذا من الاشياء المهمه. بعدين لما تيجي تتكلم تكلم بطريقة مسموعة، استخدم وقفات معينة أو حركات معينة وانت تتكلم، لا تتكلم أو تتصرف بحركات تخلي الناس قاعدين يقولوا شو سوي هذا، ما عاد يدرون انت ايش قاعد تتكلم. حاول تكون في اي كونتاكت عشان الناس تركز. براكتس برونونسيشن، لا تيجي قدام الناس تقول هذه ما ادري شلون اسوي لها انطقها، ما ادري لخبط. هذه ممكن واحد ما تصارع الكلمات يلخبط في برونونسيشن عنده، لكن مو كل الكلمات، فحاول انك تتدرب على الكلمه قبل لا تيجي تقولها. مو منطق اجي اعلم الناس توبك معين وانا عارفه انطق مفرداته. بعدين يوز فلاش كاردز، فلاش كاردز هذه حلوه اذا كان عندك احد نعس ولا كسل فتصحيه، فذيس از اوكي. واتوقع انه في النهايه في احد بيسالك، لا تيجي تتميلح قدام الناس تقول نو اي دونت وانت ديسكشن، او قبل ما يدخلوا الجنرال كلاب يا ويلي يسالني هذه. لا انت جاي تتعلم، محتاج الديسكشن، محتاج الاسئله الناس يسالوك اياها على اساس تصلح من الباترن حقك، تفتح لك افاق جديده، توضح نقاط عند الاخرين يمكن ما فهموها. بعدين نرجع كبعد كذا reflection and feedback، ask for feedback if not provided. افرض انت خلصت وما حد سأل، فقول لهم what's your feedback ابغاها، take a note and apply for future. لو حد اعطاك الفيدباك حقه لا تحقد عليه، والله مستقصدني انا قلت كلام زين بس هو غيران. لا، الناس قاعد تعطيك فيدباك، خذها شوف اذا هي تنطبق، اذا هي منطقية حاول تنتبه لها في المرة الجاية وتحسن من وضعك. remember you are trainee، طبعا دائما في الجورنال كلاب مطلوب من ترينين اللي يلقوا، ما يطلب عادة من سينيورز، لكن يكون تحت إشراف سينيور. فبما أنك تريني فقدر الفرصة التعليمية التي أتيحت لك، وكون مفتح مخك للرغبة في التطوير. As a recap، تذكر أنه جورنال كلاب provide an avenue to stay updated ونو بريسبتور اكسبكتيشن، زي ما قلنا ممكن يكون عندك اكثر من مجال، من ناس جايين من عده مجالات. سيلكت ابروبريت ارتكل، ريد اند سيستماتيكلي انالايز ذا ارتكل، اقرا المقال وبطريقه مرتبه ممنهجه حلل الارتكل. برينج ات باك تو براكتس، يعني اذا حسيت الناس شطحوا اثناء الدسكشن رجع الجورنال كلاب الى البراكتس، يا ناس احنا جايين نناقش كذا، احنا نبغى نربط هذه النقطه بالتطبيق اللي احنا قاعدين نسويه زي كذا. بعدين قبل ما تيجي تتكلم مثل ما اقول براكتس اند براكتس اند براكتس،
وبروفيشنالي اوبتين الفيدباك. التيك هوم مسج اوف ذس جورنال كلوب برزنتيشن ان بي ريسورسفول، لا تجي معتمد على دراسه واحده فقط، لانه ممكن احد قرا غير دراستك، حاب يطلع اكثر، حاب جاي عشان يسال اسئله اكثر، فحاول يكون عندك عده مصادر معلومات. بي بريبيرد goals vary among sites، يعني انت قاعد تلقي جورنال كلوب في سايت معين تعلق بالجاينيكولوجي تلاقي اهدافهم غير لما يكون حق اندوكراينولوجي، غير لما يكون حق اونكولوجي، هذه لازم تعتبرها. الالتيميت جورنال كلوب اند بوينت انه هي زياده معلوماتك، increase النولج وامبروف الكلينيكال براكتس حق الاخرين، وانت جماعتهم تقول لهم والله احنا في عندنا براكتس تقول كذا لكن الايفيدنس تقول كذا، فاحنا محتاجين نصلح البراكتس حقنا، فكذا انت صلحت البراكتس. ويعطيكم العافية، في أي سؤال تقدروا تتواصلوا معي على الإيميل، والله يحييكم ويوفقكم. Thank you.